أنا اسمي دكتور جهاد جعفر العكري. العكري يا سوري. العكري. الخاف مو واضح. أنا طبيب استشاري مستشفى الطب النفسي. بس مقدمة مرتبطة بالحدث. تخصص علاج القلق والمخاوف. فدائما اللي يجون لي المرضى وأنا أشرح لهم عن المخاوف أعطيهم مثالين حيين على أساس يستوعبون إن الخوف حالة طبيعية. أقول لهم إن اللي يخاف إذا تبون الخوف هذا حالة طبيعية تصير كل الناس. بعطيهم مثالين، أقول لهم مثلاً تمشي في الليل يم مزرعة وفجأة طلعوا لك كلبين ثلاثة كبار ولحقوا وراك، الحالة اللي تصيرك هذه حالة الخوف حالة طبيعية. والمثال الثاني اللي أعطيهم إياه، أقول لهم تقاتل في بيتكم وفجأة يهجمون عليكم الشغب، فالحالة اللي تصيركم هذه هم حالة طبيعية. سنين وأنا أشرح لهم المثال نظرية. بس اللي صار تاريخ 21 من هذا الشهر عطاني مثال عملي حق المثال اللي انا اعطيه للمرضى مساكين. ففي يوم 21/12 كنت رايح اصلي صلاه المغرب والعشاء في مسجد الصادق. وصلت بعد ما الاستاذ حسن شيمع خلص صلاه الجماعه وخلص الخطبه والشباب واللي موجودين بداوا يطلعون، فانا داخل في الوقت الضايع. دخلت كنت بصلي المغرب والعشاء، صليت المغرب وتوني بدي في العشاء، فسمعت هتافات. فالشباب طالعين الظاهر تجمعوا برا المسجد سووا هتافات، بس ما كملوا خمس دقائق لان انا ما لحقت حتى اخلص صلاه العشاء، ولا الضرب وسيل الدموع يعني بهالاصوات توصل بقوه. كان باقي عندي ركعه واحده، فقلت بصليها على الطاير على اساس اطير. وانا اصلي هالركعه كان الاستاذ حسين شيمع بيطلع من المسجد، فمثل ما قال الاستاذ قبل شوي انه في شباب جو اخذوه طلعوه من باب الخلفي للمسجد. فبقيت تقريبا انا واحد او اثنين اللي دخل. هذا بعد كان يصرخ على النساء فوق انه يا نساء اطلعوا، والنساء يصرخون فوق انه ما ندري وش نسوي. خلصت هالركعه الباقيه في نص دقيقه وانا اسلم، لاحظت الباب الخارجي انه قاعدين يدخلون منه شغب. يعني انا كان موقعي يبين منه تقريبا كل هالمواقف، الاستاذ وين قاعد يروح، الشغب قاعدين يدخلون من الباب الخارجي. فانا كنت باخذ جوتي على اساس دكتور يعني ما لي علاقه بالموضوع، مصلي بروح باخذ جوتي بهدوء، بفتح الباب هذا الداخلي المكان اللي انا فيه، باخذ الجوتي بهدوء، بعدين شوي شوي بروح للباب الخلفي على اساس محترم شوي. ففتحت الباب وانا بمد ايدي للجوتي، كانوا اثنين ثلاثه داخلين من الشغب. انا استغربت من شكله، يعني الشكل حجم ماله حجم مال باكستاني بس الملامح مو باكستاني، يعني ملامحه عربيه، فهذا شنو انا ما ادري. بس ركزت على وجهه، يعني كان اول ما شافني عندما اعتقد مال مسدس مال رصاص مطاطي، وهو على بعد 3 متر وجهه الى الوجه مباشره. 3 متر انا قلت يعني خبرتي طبيب هذا بيشلخ جمجمتي، بس يعني قلت مو معقول يطلق، بس طلعت ملامح وجهي يعني ان الرجال لا بيطلق. فبسرعه هديت الباب على اساس يحميني، فهو فعلا اطلق المطاطي وجد في الباب مال المسجد وكسر. فانا هني صار جوتي مو مهم بالنسبه لي، صار جوتي مو مهم. ركض داخل المسجد، وانا رايح ركض داخل المسجد احس ان في احد فتح الباب وراي. درت وراي ولا فعلا الرجال فتح الباب، مره ثانيه وجه لي المطاطي، خشيت ورا عمود من عمده المسجد وفعلا اطلق طلقه. انا قلت هذه يعني مطارده، هذا اجرام، هذا على وش هذا قاعد. فحرفت من الباب الداخلي، اطلع من الباب الخلفي الى المسجد، والاثنين جايين من الباب الخلفي معناها احنا محاصرين ما بنقدر من المكان. باقي عندنا داخل المكان اللي نتمسح فيه مجدد حق الصلاه، فهذا المكان الوحيد لان في على بعد مترين تقريبا في فتحه ضيقه فوق. فشفت هالشباب الاثنين ثلاثه قاعدين ينطون وياهم رجال عمره اكبر من 60 سنه بعد قاعد ينط، فقلت ما لي حل وياهم، دكتور مو دكتور وياهم. فنطيت
الجماعة الشباب قاعدين يتقدمون، يعني كل شيء قاعد يصير بسرعة، فالنطة بسرعة نطلع على بيت الناس، وإحنا بننط في الليل في زراعتهم، فتوقعت إن زراعتهم رمل، ونسيت إن ما جبتي ما عندي، نطيت وكان أرضية مالت زراعتهم مرصوفة، فنطتي هذه انكسرت فيها رجولي، ما قدرت أتحرك، بس في مخي إن هذين متوحشين يعني ما نبغى مالهم، إن لازم أركض إن شاء الله برجول واحدة، وظليت أركض برجول واحدة. تسلقنا السور الثاني للبيت ونطينا انا ويا الاثنين الموجودين ويا الرجال الشايب المسكين، نطينا داخل الحديقه المائيه، ولا في الحديقه المائيه بعد الناس تتهارب، فاخذوني اثنين ودوني للباب الثاني، وطلعت منه، طلعت من الباب الثاني في واحد هناك قاعد يقول لي انت افضل تعال نخش لا يصيدونك. فعلا رحت انا خشيت لمده كم ساعه، بعدها طلعت ما امنت اروح المستشفى في ذاك الوقت لانه ما ادري ايش يصير. يوم ثاني الصبح رحت اللي يقول لي عندك كسرين في العظمه بالضبط ان انت تتوجع عليها، سميها باللغه الطبيه الكالكينو، فهذه فيها شرخين بس الله ستر انه ما رايح للجيم، بس يبليها جبس لمده 6 اسابيع. فانا كنت اعتقد ان انا الشاهد الاخير، بس بعدين في صور مال الانترنت اللي شفتها وفي صور مال الجرايد كان ظاهر واحد من الشباب اللي انا ما هرب، ظل من خش ماي في الحمام في مكان ما، فهذا منظره كان منظر يعني دماء من فوق لتحت، فانا حمد ربي انه بس كسر مو انه صار بس.